أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصص للحديث عن التحركات السعودية الجديدة في عدن. أفاد مصدر عسكري بوصول شاحنات تحمل آليات سعودية قادمة من منفذ شرورة في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن. المصدر قال إن الآليات العسكرية وصلت إلى مدينة عتق، وهي الدفعة الثانية من تجهيزات عسكرية سعودية، كانت دفعتها الأولى قد وصلت عدن قبل 10 أيام. وأشار المصدر إلى أن تعزيز القوات السعودية في العاصمة المؤقتة يأتي ضمن خطة التحالف في إعادة انتشار قواته داخل المناطق المحررة في البلاد. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب دفع السعودية بقوة عسكرية إلى عدن، ودور الحكومة والتحالف في تطبيع الحياة بالمحافظات المحررة. نتابع وإياكم هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. بعد 4 سنوات من استئثار الإمارات بالملف الأمني في عدن، عادت السعودية إلى الواجهة بعد أن دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة للعاصمة المؤقتة. التعزيزات العسكرية تعد الثانية خلال أسبوعين، عبرت منفذ الوديعة الحدودي ومرت بمدينة عتق مركز محافظة شبوة، وهي في طريقها إلى عدن. وفيما يربط البعض التحركات السعودية الجديدة بالزيارة الأخيرة لوزير الداخلية أحمد الميسري، والتي نجحت حد تصريحاته بالتوصل إلى تفاهمات وصفها بالإيجابية بخصوص الملف الأمني والعسكري في المحافظات المحررة، إلا أن مراقبين عدوها خطوة تسعى من خلالها إلى ملء الفراغ الذي تركته الإمارات بهدف حفظ الأمن في العاصمة المؤقتة. وتسببت التفجيرات الإرهابية التي شهدتها عدن الأسبوع الماضي في تدهور الوضع الأمني وتزايد حدة الخطاب التحريري، الأمر الذي تسبب بحالة من الفوضى بعد ترحيل مواطنين ينحدرون من محافظات شمالية على أيدي قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات. وعلى الرغم من كثافة القوات العسكرية التي تنتشر في عدن والتابعة للحزام الأمني، إلا أنها تقف عاجزة عن حفظ الأمن فيها، وهو الأمر الذي أرجعه مراقبون إلى الرغبة الإماراتية في استمرار دوامة الفوضى التي تعيشها المدينة. وأمام كثافة التحركات السعودية في عدن، يغيب دور الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة، الأمر الذي يعكس حالة التجاهل التي تمارس بحق الحكومة ودورها في تطبيع الحياة في المحافظات المحررة، وهو ما يسلبها الحق في إدارة الوضع واتخاذ قراراتها بمنأى عن التدخلات السلبية للتحالف. مجددا الترحيب بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلي من عمان المحلل السياسي سيد عبد الناصر المودع. أهلا بك سيد عبد الناصر. دعنا بداية نعرف برأيك، ما أسباب دفع السعودية بقوة عسكرية جديدة إلى عدن؟ مساء الخير. يعني لا نعرف بالضبط يعني ما هي الأسباب ولا حجم هذه القوات، وكلما يستطيع الواحد الحديث عنه تكهنات وتحليلات من خلال الأخبار الشحيحة التي تصل، لكن بشكل عام يمكن التكهن بأن هذه القوات إذا صح أن طريقها هو عدن، فيعني ذلك بأنها ربما يكون الهدف من وصولها إلى هناك أن تحل محل القوات الإماراتية أو تدعمها أو تغطي جزء من الفراغ العسكري الذي سيتركه الانسحاب الإماراتي الذي لا نعرف مدى وحجمه حتى الآن. لكن إذا كان الأمر على هذا النحو، فهذا يعني بأن السعودية ستتولى مسؤولية عدن وتأخذها من يد الإمارات، وهذا أمر محفوف بالمخاطر لأسباب كثيرة. نعرف أنه الإمارات هي من صاغت القوات المتواجدة في عدن، وهي من سلحتها ودربتها، وتحديدا ما يسمى الحزام الأمني والقوات التابعة لشلال شايع والزبيدي، وهي قوات ذات أجندة انفصالية، وهذا الأمر طبعا لن يكون على ما تريده السعودية. يعني أجندة الانفصال هذه أجندة في الأساس أجندة إماراتية، وبالتالي هذه القوات عمليا إما أن السعودية لن
تهتم بها، أو أنها ربما ستتصادم مع الأجندة السعودية التي أيضا هي ليست واضحة تماما. ولكن قراءتنا للمصلحة السعودية، للأهداف السعودية، أن لا يكون هناك دولة طيب انفصالية. أو يعني في هذه النقطة انفصالية. دعنا نسمع وجهة نظر سعودية، وينضم لي هنا الآن للحوار المحلل السعودي السيد سلمان عسكر من الرياض. أرحب بك سيد عسكر، ما هي أسباب وصول القوى السعودية الجديدة إلى عدن؟ سيد عسكر هل تسمعني؟ سيد عسكر، هناك يبدو خلل بالتواصل مع السيد سلمان عسكر، سنعمل على حل هذه الإشكالية. إذا بالعودة إليك سيد المودع، طيب يعني في سياق الحديث عن أنه لماذا يتم تجاهل يتم تجاهل القوات الشرعية، لماذا يتم تجاهل الحكومة الشرعية والقوات التابعة لها وعدم إعطائها أحقية ترتيب الوضع في المناطق المحررة؟ معنى هذا الأمر ليس جديد، والشرعية أصلا لم تؤسس، لا هي ولا التحالف أسسوا ما يمكن تسميته بجيش وطني حقيقي، بحيث وفي نفس الوقت لم ترسخ سلطتها وتدعي أنها لم تمكن، ويمكن الأمرين معا، يعني هي لم تمكن وهي أيضا لديها قصور ذاتي في عدم تفعيل مؤسسات الدولة، وكذلك أيضا الوضع في عدن تحديدا منذ البداية كان مهيمن عليه ومسيطر عليه من قبل القوى الانفصالية ومن وراءهم الإمارات، وبالتالي الوضع الفوضوي إن صح التعبير في عدن الآن يعكس نفسه في الفوضى الحاصلة الآن في عدن، وهذه الفوضى قد تكون ناسجة عن فراغ إماراتي ونتيجة تلقائية لفراغ إماراتي، رخاوة أمنية، أو قد يكون أمر مخطط، بمعنى أن القوى الانفصالية وربما من وراها الإمارات تريد من هذه الفوضى أن تستخدمها لتسابق الزمن، وكما صرح أكثر من مسؤول انفصالي بأنهم سيمنعوا الحكومة الشرعية وسيطردونها، وبالتالي كان هناك أجندة أو خطة للسيطرة على عدن قبل وصول السعودية إلى المدينة لفرض أمر واقع، لأنهم يخشون بأن السعودية إذا أتت وأصبحت مسيطرة على عدن فلن تسمح لهم بتنفيذ هذا الأمر، وربما أنها ستحجم القوى الانفصالية لأن هذه القوى الانفصالية تعمل بالضد من المصلحة السعودية ومن الهدف طيب السعودي الأساسي. بعودة الحديث إلى السعودية، دعنا نجدد الترحيب بالسيد سلمان عسكر المحلل السعودي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك سيد عسكر، هل تسمعني؟ معك أهلا وسهلا، حياكم الله. إذن ما هي أسباب وصول القوى السعودية الجديدة إلى عدن؟ أنا والله في الحقيقة يعني ما عندي تفصيل واضح عن هذه القوات اللي وصلت، ولكن أنا استشك الأمر مما هو حادث من بداية انطلاق عاصفة الحزن وحتى اليوم، أن دخول القوات السعودية أو أي جانب أو جزء من قوات التحالف العربي إلى اليمن هو أمر طبيعي جدا. في مناطق السيطرة التي سيطرون عليها هناك حماية للمدنيين، هناك حماية للمناطق، هناك حفاظ ودفاع عن المناطق التي استعيدت من العصابات الحوثية، فالوجود السعودي سواء في عدن أو في مأرب أو في غيرها من المناطق التي تفرض عليها الشرعية بوجود قوات يمنية قوات شرعية هو أمر حتمي وأمر طبيعي، يعني لا يدعو إلى الغرابة. هذا من وجهة النظر الخاصة. عسكريا أعتقد أن ما يحدث الآن من فوضى في عدن مسؤولية التحالف أن يدافع عن المنطقة وعن المدينة، ولذا ليس من الغريب أن نجد قوات سواء كانت سعودية أو إماراتية أو بحرينية أو من أي جزء من أو جانب من التحالف ليحمي هذه المناطق حتى تعود الشرعية لتفرض سيطرتها على اليمن بالكامل. الجانب الثالث والذي هو يعني يعتبر أمر غير متوقع، أن ما حدث الآن في عدن أو يحدث خلال الفترة الأخيرة هو استفزاز، صراحة أنا أسميه
الشرعية والاتحالف العربي، وهو مجرد إعادة أو استعادة النفوذ الإرهابي في هذه المواقع عبر عناصر تعمل لأجندة وملفات خارجية. ما هو بالضبط الذي يحدث في عدن؟ ما الذي تقصد بالضبط؟ يعني ما يحدث في عدن منذ فترة، يعني ليس من، يعني لا نريد أن نربط شيء عادة بالإمارات. أنا لاحظ مؤخرا ارتبطت الأمور بانسحاب إماراتي، بهروب إماراتي، ما شابه ذلك. أنا لازلت أكرر وأجدد أن الإمارات رأس حربة في التحالف مع المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن، وأن ما يحدث هو مجرد ضغط وهروب من الواقع. الإمارات لا تزال موجودة على الأرض ولا تزال ضمن التحالف، وما يحدث في عدن تحديدا هو ليس من أمس أو من اليوم، هو منذ 4 أو 5 سنوات مضت. هناك عناصر تريد أن تزعزع الأمن وأن تقول بأن الإرهاب وعدم الاستقرار هو موجود في مناطق سيطرة التحالف، وأنه لا يزال هناك رعب وقتل وما شابه ذلك. من الذي قتل الأئمة والخطباء والعلماء في عدن؟ هذا سؤال يعني أمام أكثر من علامة استفهام. فهذا أمر طبيعي جدا، أمر طبيعي جدا. هناك عناصر للقاعدة، هناك عناصر لداعش، وهذه العناصر وهذه العصابات هي مرتبطة ارتباط وثيق بالحوثيين. أيضا من يقف خلفهم إيران، ولديهم خبرة وخبرات عظيمة في العمليات الإرهابية أيام الدولة، أيام قيام اليمن، أيام علي صالح، أيام الآن ما يحدث في العراق، في سوريا. هم لديهم خبرات قوية في المعاملات والعمليات الإرهابية. فلذا واضح كل ما يحدث في عدن سواء من تفجيرات أو من قتل أو من عمليات خطف أو من اغتيالات تقف خلفها عصابات إرهابية تتبع للقاعدة وداعش ومرتبطة مباشرة بإيران. تفضل بالبقاء معي سيد عسكر. أرحب بمن ينضم إلينا من عدن، محلل سياسي الأستاذ فهمي الثقاف. سيد فهمي، يعني يطرح السيد عسكر فيما طرحه على أنه الفوضى الحاصلة في عدن يعني تمثل استهزاء بالشرعية والتحالف العربي، لكنه في الوقت ذاته لا يرى علاقة بما يعني ما يعرف بأنه انسحاب جزئي للقوات الإماراتية بوصول قوات سعودية جديدة إلى عدن. أنت كيف ترى المشهد؟ أعتقد أنه وصول قوات سعودية إلى عدن يأتي في أو يأتي على خلفية إعلان الإمارات انسحابها او عزل انتشار قواتها يعني بحاجه اخف. وفي الحقيقه يبدو لي الامارات على وشك الانسحاب، الانسحاب بشكل تام من المعارك التي تدور حاليا في اليمن، وهي تعتزم ان تبقى في جنوب اليمن. ولكن اعتقد ان السعوديه هنا ادركت تماما ان المساله ليس بقاء في جنوب اليمن بقدر ما خلق حاله من الفوضى ربما. وبالتالي القوات السعوديه التي اتت الى عدن الان في تقديري هي اولا السيطره على الوضع في عدن بما يقدم اهداف السعوديه على الاقل ان لم تتقاطع مع اهداف الشرعيه. اعتقد ان الحرب في اليمن تمشي في تقديري الى نهايتها، وهي في الاساس يعني تدخل في اطار الصراع الاقليمي، بمعنى ان الامارات وصلت الى صراعات مع ايران حول امر الملاحه والى اخره، وضمنها اكيد حرب اليمن. وبالتالي السعوديه الان تريد ان تسيطر على المناطق التي تواجدت فيها الامارات وشكلت فيها قوات عسكريه مختلفه وتحت تنميات مختلفه. وهذه شهدنا ضرب من ضروب الفوضى التي حدثتها في عدن مؤخرا. اعتقد ان القوات السعوديه التي ستدخل الى عدن تسيطر على الموقف وتحاول ان تهدم حاله الفوضى. هذا يريد انتظار ما ستكثر عنه الاتصالات السعوديه الغير مباشره حتى اللحظه مع ايران. حسب ما انغلته وكالات الانباء المختلفه بان السعوديه سلمت رسائل الى ايران عبر مندوبها في الامم المتحده. وايضا المؤشر الاخر طريقه استقبال الحجاج الايرانيين، وهي كانت ثنائيه امتياز من قبل السعوديين هذه المرة. وبالتالي فعلا نرى في متغيرات تحدث على المستوى الاقليمي، وهذا يكون له انعكاس على الوضع اليمني. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا السيد الثقاف. يعني من خلال
أعود إلى السيد عبد الناصر المودع، يعني هناك من يربط سيد المودع وصول هذه القوات السعودية الجديدة بتفاهمات توصلت إليها الشرعية مع التحالف، كيف تقيم ذلك؟ يعني من الممكن أن يكون هذا الأمر، أكيد يعني السعودية تفاهمت أو أعلمت ما يسمى الشرعية بتحركاتها العسكرية وبقدوم هذه القوات، هذا طبيعي. لكن الشيء الأكيد أن القوات السعودية هي لن تأتي لحفظ الأمن، بمعنى هذا الأمر يعني علينا أن نستبعده تماما، يعني هذا ليس من مهام القوات السعودية، كما كان الحال أيضا القوات الإماراتية لم تكن هي من تقوم بدور الأمن، هي السيطرة السياسية. يعني السعودية بوجود القوات في عدن هي يفترض أن يتبع السيطرة العسكرية السيطرة السياسية، لكن المشكلة أن السيطرة السياسية في عدن الآن سيكون عملية صعبة على السعودية، كما ذكرت من قبل قليل، لأن القوات في معظمها هي قوات ذات أجندة انفصالية ودعمتها الإمارات وكانت تديرها الإمارات وتسيطر عليها سياسيا، وبالتالي كانت تضبط إيقاع صراعاتها فيما بينها وصراعاتها مع الطرف الآخر. وكذلك السعودية أيضا، كانت السعودية والإمارات تتولى عملية ضبط إيقاع الصراع في حال حدوثه كما حدث في يناير 2018. لكن الآن عندما تأتي السعودية سيطرتها السياسية على هذه القوى ستكون ضعيفة، ليس بسبب يعني عدم تمكنها الفني، بمعنى ليس لديها قوة كافية، ولكن لأنها ستتقاطع أجندتها مع أجندة هذه القوى. السعودية لن تدعم هذه الحركات الانفصالية، وبالتالي فهي إما ستحجمها إما ستقلل الدعم عنها أو أنها ستدخل في تصادم مع هذه القوات، وهذا أمر فيه مخاطر كثيرة. لهذا السبب أعتقد بأن الفوضى الحاصلة في عدن ربما تكون مخطط لها، أو أنه هناك أطراف تريد أن تستثمر هذا الوضع، وتريد أن تستثمر هذا الوضع بأنها تفرض أمر واقع. يعني يتمنى الانفصاليون أن يسيطروا على عدن، أن يخرجوا قوات عبد ربه منصور الذي يسمى الحرس الرئاسي وغيرها من القوى المحسوبة عليه، وأن يسيطروا على مدينة عدن قبل وصول القوات السعودية، وبالتالي كأنهم يريدوا أن يفرضوا أمر واقع. طبعا هذا الأمر صعب فنيا، صعب سياسيا، لأنه حتى لو تم هزيمة هذه القوات بعملية عسكرية خاطفة وسريعة تبعاته ستكون كبيرة. هذه القوات ستظهر نفسها بقوة مصطدمة مع التحالف بشكل عام وتحديدا مع السعودية، سترفع عنها الغطاء السياسي الذي تريده، وبالتالي الموقف ليس بهذه السهولة. ولكن نعرف أن الكثير من الخطط والأفكار السياسية يتم صياغتها وتنفيذها من قبل مغامرين لا يحسبون حساب العواقب. لهذا السبب من المحتمل أن يكون هذا ما يطمح له هؤلاء الآن عندما يصرحون بأنهم سيمنعون تواجد السلطة الشرعية وبأنهم سيزحفون ويخرجونها من مراكزها. هذا كله يشير إلى أننا سنقبل على أيام صعبة في عدن وفي الكثير من المناطق وتحديدا في المناطق الجنوبية، والفوضى ربما هذه الفوضى ستتفاقم، ربما أيضا يراد إحراج السعودية أن تكون هذه الفوضى متزامنة مع الوجود السعودي لإظهار السعودية وكأنها عاجزة عن السيطرة والإثبات بأن الإمارات كانت أكثر كفاءة ونجاحا في السيطرة، رغم أن السيطرة هنا هي كما ذكرت لك هي سيطرة سياسية، سيطرة وفقا لأجندات، يعني كانت الإمارات تتماهى مع المشروع الانفصالي ولا زالت، فيما السعودية لن تتماهى، وبالتالي سيصعب عليها السيطرة على هذه القوات. يعني في كل الأحوال لا نتمنى المزيد من الفوضى، ولكن التحليل البسيط يشير بأن الوضع في الجنوب سيتفاقم بشكل أسوأ مما هو عليه الآن، والسبب أن الأسس التي قامت عليها
البنية السياسية والعسكرية بعد خروج الحوثيين من عدن كانت أسس خاطئة تماما منذ البداية. منذ البداية كان هناك حركة انفصالية تم تمكينها من هذه المنطقة، رغم أن المشروع الانفصالي هو مشروع فوضى، يعني هذا وليس له أي أفق حقيقي، وبالتالي الأساس الخاطئ ينتج عنه نتيجة خاطئة. ونحن الآن نبدأ بجني ثمار الأساس الخاطئ، وربما لسوء الحظ أن السيناريوهات السيئة لم تبدأ بعد. شكرك السيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. وفي النقطة التي تحدثت عنها فيما يتعلق ب قدرة على السيطرة السياسية إن صح التعبير، برأيك سيد عسكر إلى أي مدى تتوافق الأجندة السعودية في اليمن مع أجندة الانفصاليين، أو بالأصح أجندة الميليشيات والقوات التي كانت تدعمها الإمارات؟ شوف عزيزي، أنا خلينا نلوح على نقطة، يعني لازم الوقت مشاهد الشيء تطرق له ضيفك من عمان الأستاذ عبد الناصر اللي هو السيطرة. يا أخي عن كلام، يعني إحنا أنا ما أفهم ولا أعرف كيف يحصل مثل هذا الكلام. يعني ما يلط مع السعودية في عدن، ما يلط مع الإماراتية. يا أخي هذا الكلام يعني ما يصدقه العاقل ولا حتى المجنون. قبل فترة قالوا الإمارات تبغض السيطرة على المهرة، قبل كده السعودية ترغب السيطرة على الساحل الغربي، قبل كده الإمارات تريد السيطرة على المخا والحديدة. يعني كل يوم نجد ونحن في موال لا أول له من آخر. ما يحصل في عدن الآن يا سيدي أو في غير عدن هو إيماعات بأن الأمور لا تزال ليست تحت سيطرة التحالف، وهذا أمر طبيعي عندما تكون تواجه إصابات لديها احترافية عالية في الأعمال الإرهابية، فإنها ستصنع ذلك. أخي دعني أضع سؤال أمام الجمهور والمشاهدين والعالم، لماذا لا يحدث في هذا الوقت تفجيرات أو جرائم؟ طبعا الجرائم موجودة في صنعاء، لكن لماذا لا تحدث حاجات ونجدها بالدول العلاقة؟ لماذا؟ لأن من ينفذ هم الحوثيين، فلا يريدون أن يشوهوا صورة المناطق التي يسيطرون عليها، إنما هم يمارسون أوقح وأقبح الجرائم في الشمال. هذا جانب. الأمر الثاني يا عزيزي، ما يحدث الآن في عدن أو سيحدث مستقبلا أمر طبيعي في ظل وجود تفكك بصراحة في الحكومة، أنا أعتبره تفكك في الحكومة الشرعية حاليا، أيضا ضعف، عدم سيطرة، يعني شيء طبيعي أن يحدث مثل هذا. لكن إلى الآن لم تجبني على سؤالي سيد عسكر، ما هو موقف السعودي تجاه القوات أو الميليشيات المتواجدة والتي تؤيد الانفصال وكانت وربما لا زالت تأخذ دعما ورعاية من الإمارات؟ التحالف العربي بعيدا عن أي دولة أو أحزاب وما شابه ذلك، دخل التحالف اليمن لديه مشروع واحد أو هدف رئيسي، والذي هو استعادة الشرعية. إذن استعادة الشرعية ليست للجنوب وليست للشمال، استعادة الشرعية أي استعادة الحكم اليمن كاملا. وهنا نقطة مهمة لابد أن نضعها في الحساب ونركز عليها، الاستعادة الشرعية. المملكة العربية السعودية أو الإمارات أو التحالف العربي ليس لها أي أجندة أخرى غير هذا الأمر، أن هناك انفصال وما انفصال، حتى الآن لا أحد يتكلم في هذا الأمر، وليس من ضمن إطار ما يقوم به التحالف العربي الآن في اليمن. ما يحدث الآن أمام كل اليمنيين سواء الشماليين، بعض من الشماليين، وأنا لا أقول كل الشماليين، يعني قد يكون مستقبلا أو الجنوبيين، ليس أعلم، يعني ليس الآن، قد يكون مستقبلا. لا، هذا شان يمني، أنا لا أعلم، أنا أعطيك رؤية شخصية وليست الرؤية، يعني رؤية التحالف، أنا أتكلم برؤية شخصية. لكن الواضح أمامنا وواضح أمام الجميع بأن التحالف دخل اليمن والهدف الذي أمامه هو استعادة الشرعية، فلذا ليس هناك شيء اسمه انفصال أو دولة الجنوب أو ما شابه ذلك. أمام الجميع عدو واحد مشترك وهو الحوثيين ومن يقف خلفهم الإيرانيين والقطريين. لذا عندما يتم تحرير اليمن يبقى الشان اليمنيين أنفسهم، هل يريدوا البقاء كوحدة فهذا قرارهم، هل يريدوا الانفصال الجنوبيين عن الشماليين فهذا شأنهم. ليس للتحالف علاقة في ذلك وليس له تدخل، لأن هناك دولة قائمة
الآن ما يحدث هو مجرد استعادة الشرعية. لذا هناك من يحاول أن يعزف على وتر الانفصال وأن يربط ذلك بالتحالف أو يربطه بدولة الإمارات العربية المتحدة أو يربطه بالمملكة العربية السعودية، هذا كله من أجل إثارة الرأي العام وإثارة البلبلة أو الكلكلة حول ما يحدث في اليمن. أنا أؤكد للجميع شكرا لك العربي. نعم شكرا لك. إذن شكرا لك سيد سلمان عسكر المحلل السعودي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك سيد الثقاف، سمعت ما تفضل به السيد عسكر. في النهاية التحالف من الواضح أنه الآن لا يريد كما يقول إلا إعادة الشرعية، وأن هناك عدو واحد مشترك معه ومع الشعب اليمني. كيف ترى الوضع أنت من خلال الأجندة التي تشاهدها على الأرض هناك في عدن أو الممارسات بالأصح؟ يا عزيزي التحالف ليس لديه إلا هدف واحد كما قال الأستاذ عسكر من السعودية، وهو إعادة الشرعية. هذا الكلام يسمعه من 2015 منذ أن بدأت عاصمة الحزم الشرعية وإلى آخره، لكن الأعمال ما يقوله على الأرض يغير الشرعية تماما أو ما تبقى من الشرعية. وبالتالي هذا الكلام لا وجود له على الواقع، فقط مجرد كلام يقال من قبل السعودية والإمارات أمام المجتمع الدولي، لكن حقيقة على الأرض هم قوموا ما تبقى من الشرعية بالوجود بتشكيل الميليشيات المختلفة لكل منهما. وبالتالي اي شرعيه ستقوم في ظل هذه الميليشيات المتعدده ومختلفه الولاءات ومتعدده الولاءات، صعب جدا ان تقام شرعيه بهذا الشكل. الا اذا كان السعوديه الان راجعت حساباتها او بدات تراجع حساباتها، فاعتقد انه لا زال امامها وقت او متسع من الوقت لضبط الامور. اما اذا كان ستنحو ذات المنحى الذي اتخذته الامارات و ما تعمل على شكل الإمارات، تعتقد أن النتيجة ستكون واحدة والضرر لن يلحق اليمن فقط، بل سيلحق أول ما يلحق سيلحق السعودية بحكم الدور الجغرافي، والإمارات أيضا سيطالها المسألة مسألة ضغط في تقديري. أعتقد أن الأمر الآن يعني مختلف بعض الشيء، كما سبق وانا اشرت الى ان التفاهمات الاقليميه اعتقد انها ستلغي او ستنعكس على اليمن بشكل او باخر. واعتقد السعوديه الان اصبحت طبعا امام الانسحاب الاماراتي في وضع اخر مختلف، وسيزداد هذا الوضع صعوبه وتعقيد، وما على السعوديه الا ان تعيد حساباتها فعلا وتعيد للشرعيه حضورها في الواقع، والا فعليها ان تبدا ثمار الخيبه والخسران في اليمن. سيد فهمي الثقاف المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا على تواجدك معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات. في ختام هذه الحلقه تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، الى اللقاء.